بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقي مجددا ومع حصه او حلقه جديده هذه المره في تطبيقات قواعد اللغه العربيه واليوم ان شاء الله سوف نتطرق الى اعراب بعض الجمل. الجمل هي: بات المرضى يتألمون ليتك تنجح في الامتحان صار الفريقان في الملعب المجتهدون هم الناجحون على الخيول فرسانها. يمكن ان تعرب لوحدك لتقيم اعرابك ثم تنظر الى الاجابه الصحيحه. بات المرضى يتالمون بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتحه الظاهره على اخره من اخوات كان طبعا بات من اخوات كان كان النواسخ وهي كان وصار وليس واصبح واضحى وظل وامسى وبات اذا كان ترفع الاول وتنصب الثاني تدخل على الجملة الاسمية طبعا إذا المرضى اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر التعذر لأننا هنا مع ألف مقصورة يتألمون طبعا يتألمون بعض التلاميذ يتسرعون ويقولون خبر لأنهم رأوا باتا صحيح هذا الكلام ولكن لا بد أولا من الإعراب التفصيلي يتألمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لماذا علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ولماذا هو من الأفعال الخمسة لأنه فعل مضارع اتصل بواو الجماعة ونحن نعرف وأنتم تعرفون أيضا أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يصبح يصبح من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. والواو عفوا والواو آه الواو هذه واو يتألمون والواو ضمير متصل مبني على السكون نحن هنا نصف طبعا هي ضمير الواو ضمير ومبني على السكون يتالمون والاعراب اذا ضمير متصل مبني على السكون هذا وصفه الأعراب في محل رفع فاعل اذا هذه الواو جاءت في محل رفع الفاعل للفعل يتالمون في محل رفع فاعل الان الخبر والجمله الفعليه يتالمون الجمله الفعليه يتالمون في محل نصب خبر بات. في محل أي في مكان أي في موضع نصب الخبر أي جاءت في مكان الخبر إذا بات من أخوات كان واسمه بات المرضى والخبر هنا جاء جملة فعلية ليت ليت حرف نصب وتوني حرف نصب وتمني من أخوات إن إن وأن وكأن ولكن وليت ولت ولعل ليتك ليتك إذا الكاف هنا ضمير متصل مبني على الفتح هذا هو الوصف ما هو الإعراب في محل نصب اسم إن عفوا في محل نصب اسم ليتا إذا الكاف هنا جاء مكان اسم ليتا مثلا نقول ليت التلميذ ينجح في الامتحان أو ليت محمدا ينجح في الامتحان أو ليت عائشة تنجح في الامتحان إذا الكاف هنا جاء في محل نصب على اسم ليت تنجح كما قلنا يعني لا بد أن نعرب الإعراب التفصيلي ثم نبحث عن خبر ليت إذا فعل مضارع مرفوع على ما الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت هنا دائما أو ليس دائما بعض التلاميذ ينسون أن يذكروا الفعل يذكرون الفعل وينسون أن يذكروا الفعل خاصة إذا ما ركزوا مع النواسخ ومع الأسماء النواسخ والخبر فإنهم ينسون الفاعل إذا لا بد من ذكر الفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أنت الذي ليتك تنجح في حرف جر الامتحان اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت، ما هي الجملة الفعلية؟ هي تنجح في الامتحان، الخبر هنا أيضا جاء جملة فعلية هذه المرة لليت، للناسخ ليت، صار الفريقان في الملعب، صار أيضا من أخوات كان وهم من النواسخ، فعل ماض ناقص مبني على الفتح من أخوات كان، الفريقان، تلاحظون أن الفريقان اسم صار هنا جاء مثنى وبالتالي فالمثنى علامة رفعه الألف أي المثنى في حال الرفع يكون تكون علامته الألف اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الألف وعلامة رفعه الألف لماذا؟ لأنه مثنى في حرف جر الملعب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وشبه الجملة وشبه الجملة ما هي شبه الجملة هي في الملعب شبه الجملة تكون جارا ومجرورا اذا وشبه الجمله في الملعب في محل نصب خبر صار اذا نلاحظ هذه في هذه الامثله تعدد الخبر اذا وشبه الجمله في محل نصب خبر الفريقان المجتهدون هم الناجحون هنا نرى مثال من شكل اخر اذا المجتهدون مبتدا مرفوع لماذا مبتدا لانه توفرت فيه كل الشروط اذا فهو اسم وهو في بداية الكلام وهو مرفوع طبعا علامة رفعه الواو وهو معرف إذا كل هذه الصفات الأربعة توفرت فيه فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم الجمع المذكر سالم علامة رفعه هي الواو وعلامة جره وعلامة نصبه وجره هي الياء هم هم ضمير منفصل مبني على السكون هذا هو وصف الإعراب في محل رفع مبتدأ إذا كيف نعربهم هنا نعربها مبتدأ مبتدأ لا نعربها خبر لو قلنا المجتهدون هم كيف ماذا أخبرنا عن المجتهدين هل أخبرنا عن المجتهدين بهم ليس خبر إذا فهم مبتدأ ثان مبتدأ ثان ما هو إذا الآن نبحث عن الخبر لمبتدأ الأول ونبحث عن الخبر لمبتدأ الثاني الناجحون هم الناجحون، لو قلنا هم الناجحون فهذه جملة تامة، إذا فالناجحون خبر لماذا؟ للمبتدأ الثاني هم، الناجحون خبر للمبتدأ هم، مرفوع على رفعه الواو طبعا لأنه جمع مذكر سالم، إذا أين خبر المجتهدون؟ إذا كان الناجحون خبر لهم، فأين خبر المجتهدون؟ خبر المجتهدون جملة اسمية، هم الناجحون، هم الناجحون. هذه هي الجمله الاسميه في محل نصب خبر المجتهدون والجمله الاسميه في محل عفوا في محل رفع خبر للمبتدا المجتهدون على الخيول فرسانها على حرف جر الخيول اسم مجرور بعلى وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره وشبه الجمله شبه الجمله على الخيول في محل رفع خبر مقدم في محل رفع خبر مقدم لماذا تقدم الخبر هنا تقدم الخبر لأن المبتدأ اجتمع على اشتمل على ضمير اشتمل على ضمير يعود على الخبر فلا بد من تأخير فلا بد من تأخير المبتدأ وتقديم الخبر وإذا ما تأملنا في هذه الجملة مرارا سوف نفهم هذا الأمر إذا فرسان مبتدأ مؤخر مرفوع علامة لا بد أن نشير إلى أنه مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء الهاء يجب أن نصفها ثم نعربها إذا ماذا نقول لوصفها ضمير متصل مبني على السكون هذا وصف ما هو الإعراب في محل جر مضاف إليه في محل جر مضاف إليه إذا كانت هذه حلقة اليوم وهي خاصة بهذه النماذج الإعرابية فإلى حلقة أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم أخوكم عبد الحميد مرابطة لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته